شورى انا روح حديث انكر مهم جدا نختم الدرس بوسا عن جابر رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع الدعاء المؤذن يؤذن نزفعيث لم يفوك الاذان ادريني اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. الحديث كي يصح يستفرد الإمام أحمد رقم الحديث 657 يستفرد الإمام أبو داود رقم الحديث 205 يستفرد الإمام الترمذي الحديث 1164 وقال لك الحديث سفرانتيدي صح. المعنى يس ميكفوك المؤذن الاذان ادنيني اللهم رب هذه الدعوه التامه يعني الدعاء قيل اذن يمر والصلاه القائمه صلاه الدائمه اتي محمدا يعني اعطي اتي معناه فكاسي محمد صلى الله عليه وسلم الله يستاهل مثلا يستاهل تاع صح باش يسلمك الدعاء يجي الوسيله يجي منزله في الجنه يا خاكر ذيوث درجة ذي الجنة اسمس الوسيلة والفضيلة الفضيلة قايت مثلا ذيوث درجة عليين أكثر من الوسيلة مرتبة زائدة يوسف قيو الحديث وايض يمدينا في الوسيلة إنها منزلة في الجنة أم كان قايت الجنة إن كيف كثر ربي إيون سي العباد من عباد الله إيون سي العباد ربي سبحانه إليس أرجو أن أكون أنا هو إيفغا غادي يوفنسا الحديث هاكي صح يسوفغي هذا الإمام مسلم رقم الحديث 384 وين إيفغا غادي يوضر الورص يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسيريم يسعى الحق هذه السيرم يرنا يستاهل إنك باش يفك بدعائك نسيف كيف الدعاء ذي كل شيء ولكن كل سنة فك الدعاء ياكي أسين يا ربي فكاس الوسيلة درجة علي الفضيلة درجة الزيادة وابعثوا مقاما محمودا ذا شو ذي المقام محمود الشفاعة العظمى يا جماعة الخير تلقى ذي لافير رابحين في لافير يا نكون نربح ذي لافير خاطر أيضا نكون كي يربح ثالوثين مفكاش شوية الدعاء ونكون نربح وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته خاطر ربي وعدي تسيفك الشفاعة العظمى ما تجمع ربي الأولين والآخرين إلى آخره يقول الموقف جلل الموقف يوعر طاس زنا ادمي القلب ناكل الغاشني اندى روحي اسقر نروح ادم اذ برق راس نسيت في فاتنا اسمع ادم يا ادم كذا وكذا غشني ابو البشر غشني كذا غشني كذا حديث طويل يعني بلا ما شرح بالتفصيل اها كان سيغا فروية عقل غادي المحنه عقل غادي المده اسنين كينا شغلين اها كينا زميل القبض ربي سبحانه انك ديجا عصير في الجنس في الجنس اللي الاز من بعد كي الخي الشيطان يوقت في الدنيا هكا ربي نحصل صح؟ سي بور سا احد العلماء اللي كي لقى نخدم في الدنيا باش انا وارث اخر بلاصة اخر بلاصة الجنة او ماشي تيزي وزعونا تساير الكرة الارضية انا فينا ثقالي نعدني فاز ان شاء الله مين مالكش من الجنة وغاديني الملائكة تسوغانا بس نو نو زين بركة ويسعن كرة جديدة ويسعن كرة خاطر مثلا واحد بروميير سيسيون ها سيسيون دار 13 انت وزهرك صافي يوث يكفي من بعد سوا الوثيقه روح للفلاني سي تشكيع الانبياء سيدنا ابراهيم سيد واش كاع في والو ميدي با سيدنا عيسى ان يا سيدنا الدين روح ديك دار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعه العظمى ذاك شو دين النبي صلى الله عليه وسلم ان شو وين راه يدعو الدعاء ياكي حلت له شفاعتي يوم القيامه هذا سن بشرى يعني يسفر حقد النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ينس يوم القيامة. في خاتمة القول أدين بعض الناس يتفننون في الزيادات. الحديث سلامة يا أخي ولكن تفنس الفنة باش نقصنا الزقدن. وياض تفنس الزيادة الفنة غير زيادة. مين في صاحب الغرس؟ مدينة الشيخ سمع الله لمن حمده. لا شادريني. مكادين يا شيخ؟ دايا ويا راسي ربنا ولك الحمد شكرا جزيلا كل شيء يرنوها سلمي الشكر راك تغلى يرنو شكرا اي راسي شكرا جزيلا العفو هذا
ورنو يارا جيس كان كني ثلا ألور ذي الآذان ويض تفلسك ثلفنا مديب اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة السد بلا طاز درجة رفيعة ولا شيء أكسيت لا تجوز ويض ما شلقة يرنو دي صبسيا أتيروا ذي قرد وبعثوا مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ولا تقل زيادة أكسيت الرساكي نعم الله لا يخلف الميعاد ولكن أكسيت ولا شيت والسلام عليكم.